ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. خدت بقى اجازه من الشغل وقلت لا لازم يعني احس ان انا اجازه وانزل كده ادلع نفسي شويه، ونزلت عملت رجلي وعملت ايدي. بالمناسبه الناس اللي في هامبورغ المكان ده حلو قوي وبيشتغلوا بضمير، انا عملت عندهم كتير جدا وبجد المكان حلو، شاطرين وبيشتغلوا كويس جدا وبيعملوا شغلهم صح. فاللي حابب يعرف العنوان، هو قريب قوي من الهوبنهوف، اللي حابب يعرفه يبعت لي وانا هدي له العنوان بتاعهم او رقم الموبايل. قعدت بقى عملت رجلي، وهي كانت دلوقتي بتنشف لي رجلي وبتعمل لي رجل وحط رجلي في البتاعه دي، فقلت كده اصور لكم علشان الناس اللي بتكسل تنزل تعمل، انزلوا انزلوا هتحسوا بفرق، هتحسوا بتغيير، يعني حاجة حلوة كده في الصيف يفك الاكتئاب اللي احنا فيه ده. يعني المكان حلو وانزلوا انزلوا ودلعوا نفسكم. ما تنسوش بقى تتابعوني على كل الصفحات بتاعتي. مع السلامة.